كمجيد العنبر، خدام في واحد الشركه مؤخرا داروا علامه تجاريه من 2014. جلسنا في الكونفينمون في شهر 3، من شهر 3 شهر 7 شهر 6 كنت كناخذ 2000 درهم ديال الدعم، من شهر 6 ما كنتش كناخذ حتى شي حاجه، يعني محبوسين عليا في شهر 7 ما خديت والو، و8 و9 و10 و11 الى يومنا هذا 12 ما كان الفلوس ديالي محبوسين، الخلصه محبوسه، ما كيعطوني حتى شي حاجه، كنعيط ليهم ما كيقول لك حنا تسنى الدعم. معهم من 2014 جلسنا في الكونفينمو، حنا تقريبا شي ما عرفتش 40 واحد ولا 30 واحد ما عرفتش بالضبط، شي واحدين مشاو للمحكمه، انا ما مشيتش. علاش؟ لان اللي باقي بغى نخدم في هذه الشركه، يعني انا من عندي كلا، عندي مصاريف، عندي ولاد، ولدي خرجوا من المدرسه، الدري الكبير قرب 5 خرجوا من المدرسه، الدري اللي صغر منه حتى هو زيد في 2007 حتى هو كان خرج من المدرسه تكلف بيه راجل خالته، عندي دري صغير كي عنده حليب وعنده ليكوش وعنده فلوس، وعندي الموطه وعندي مصاريف ماكله قوت في يومي، راه كلشي كيعرفوا هادشي كله، يعني ما كاينش منين كتجيبو، كتسلف من هكا تسلف من هكا، كيعطيني خويا هذا يعطيني خويا الاخر، عاوني هذا يعاوني هذا، بنادم راه كيعيا، يعني بنادم يعيا اللي يعطي ويعيا اللي ما يشدش. دونك ما مشيتش قلت لك للمحكمه مع الدراري اللي مشاو للمحكمه، لانني انا باقي بغي نخدم مع هاد الناس هادو، ما بغيتش نخرج معاهم العيب، لان انا مشيت للمحكمه ما بقيتش غادي نخدم معاهم، هادي حاجه باينه. دونك هاد الناس هادو الا ما بقاوش بغاو الا استغناو عليا استغنات عليا الشركه ما كاينش مشكل، عطوني المستحقات ديالي ومرحبا. دابا انا جاتني شحال من فرصه باش نخدم، ما لقيتش، ما يمكنش نخدم مع شي شركه، حيتاش الناس باقي ملتزم مع شركه اخرى ما يمكنش نخدم معاهم. دونك يعني الا ما بقاوش بغوني عطوني المستحقات ديالي، ما كانوا باقيين باغيني هاد الناس مرحبا، انا مستعد نمشي للخدمه ديالي ما كاين حتى شي مشكل. ولكن مش شرط ان انا من شهر 7 وشهر 8 وشهر 9 الى يومنا هذا راه خصني يديروا معايا، خصني يخلصوني فعلا، انا الشركه مبركاني بدون سبب، كيتحجوا بان كوفيد، كوفيد ترى في شهر 6 عندي لاسين نسيت، عندي لاميتي، عندي كل شيء، ولكن من شهر 7 ما بقيتش ما بقاش ديكلاراسيون. كيقول لك تسنى، حنا باقيين، هذا هو الجواب ديالي، ما جاوبنيش دابا، هذا هو الجواب، كيقول لك حنا باقيين كنتسناو كوفيد يعوضكم. خدامي راه خدامي الشركه عاديه، كيتخلصوا عادي، الشركه خدامه عادي، نفس البروديكسيون خدامه عادي. اللي بقاو تقريبا شي 40 واحد تقريبا واقيلا، او لا ما رجعوش شي وحدين، راه رجعوا شي وحدين في هذا الشهر اللي الشهر اللي داز، رجعوا شي وحدين انتم اللي كانوا جالسين رجعوهم، وشي وحدين راه في المحكمه دابا تقريبا شي 16 واحد راه مشاو للمحكمه. على ما في علمي يمكن احنا باقيين ثلاثه ولا اربعه على برا ما راجعينش، ثلاثه ولا يمكن ثلاثه منهم انا، ثلاثه ولا اربعه اللي باقيين جالسين ما مشيناش للمحكمه، ما رجعناش للخدمه. انا ما كنتسناو، علاش ما مشيتش للمحكمه؟ لان باقي باغي نخدم كنتسنى، بغيت نخرج معاهم العيب، هذا الشيء اللي كاين. النداء الاخير ديالي هو انا كنناشد المسؤولين، الناس هادو احنا بغيت الا ما بقاوش بغوني يعطوني المستحقات ديالي.